تمثل الشراكة المجتمعية نهجا أصيلا لدى كافة إدارات وزارة الداخلية باعتبار هذه الشراكة سبيلا لإرساء الأمن الشامل، ولذلك فأن يوم الشراكة المجتمعية والذي يوافق 18 من مارس من كل عام مناسبة للتأكيد على قيمة هذه الشراكة ودورها الفاعل. يمثل الاحتفال بيوم الشراكة المجتمعية والذي يوافق 18 من مارس من كل عام مناسبة لإبراز الجهود المبذولة لإثراء ثقافة الشراكة المجتمعية وتجسيدها على أرض الواقع، خاصة وأنها تعد ركيزة جوهرية لتحقيق الأمن الشامل. وفي هذا الإطار تشكل شرطة خدمة المجتمع إضافة مهمة لتحقيق التواصل بين وزارة الداخلية وإداراتها المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني والمواطنين. يجري الاحتفال في كل عام في 18 مارس بيوم الشراكة المجتمعية، واحنا اليوم في العام 14 لهذه الاحتفالية. مثل ما ذكرت ان الشراكة المجتمعية هي مبدأ أساسي تقوم عليه شرطة خدمة المجتمع وعملها وتطبيقاتها. المبادرة هي الخطوة الأولى في تكوين أو إيجاد علاقات فاعلة في تحقيق أهداف الأمن والوقاية من الجريمة. الارتقاء بالتالي راح يكون في نتيجة محصلة نهائية لهذه الشراكات والمبادرات في مجال تحسين الخدمات أو الارتقاء بكافة شؤون المجتمع الأخرى. إن الشراكة المجتمعية من أهم الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها الشرطة المجتمعية، لأنها تلعب دور كبير في المحافظة على السلم الأهلي وكذلك الوقاية من الجريمة والتقليل من آثارها لكي ينعم المجتمع بالأمن والاستقرار. ولا يكون ذلك إلا من خلال التواصل فعال مع جميع أطراف المجتمع، وجود عناصر مجتمعية مؤهلة ومدربة للقيام بالتعامل مع الجمهور وتقديم الخدمات المختلفة التي يحتاجونها من أجل كسب ثقة الجمهور، والتي تعد العامل الرئيسي اللي يمكننا من قياس أداء عمل الشرطة المجتمعية. وتستمر جهود شرطة خدمة المجتمع في التواصل المستمر والمباشر مع كافة أفراد المجتمع عبر منظومة الشراكة المجتمعية، والتي تعد تعبيرا صادقا عن روح المواطنة والشعور بالطمأنينة والثقة والاستقرار الأمني. دور شرطة خدمة المجتمع من أهم الأدوار في مديرية شرطة المحافظة الجنوبية، حيث نقوم بتحقيق مبدأ الشراكة المجتمعية بينه وبين أفراد المجتمع. ومن ضمن الأدوار اللي احنا نقوم فيها تأمين الحركة حق أبنائنا الطلبة أثناء دخولهم وخروجهم في الفترة الصباحية والفترة المسائية، وقمنا بتفعيل دوريات على مدى 24 ساعة، منها الدوريات الراكبة والدوريات الراجلة ودوريات الشرطة النسائية. طبعا تلقى احنا عدة بلاغات في الشوارع العامة وفي الشوارع النموذجية، منها بلاغات الازدحامات اللي تصير في الشارع وعدد من المخالفات المرورية. طبعا احنا بدورنا نقوم تنظيم حركة المرور في الشوارع ونقدم النصائح حق المواطنين في الشارع، وتم تفعيل مكتب مختص بالقضايا الأسرية لحل القضايا بشكل ودي وتحت سرية تامة. وبهذه الأدوار شرطة خدمة المجتمع تكون حلقة وصل بين وزارة الداخلية وبين أفراد المجتمع. أنا أعتبر يوم الشراكة المجتمعية هو أحد النقاط الأساسية لتدخل ضمن استراتيجية وزارة الداخلية، ويعتبر هذا اليوم اللي صار في 18 مارس من كل عام. تقوم شرطة خدمة المجتمع بالتواجد في الأندية الرياضية والثقافية، كذلك الانتشار الأمني المستمر لدورياتها، عندنا التدريب المستمر لشرطة خدمة المجتمع من خلال ورش العمل والتدريب على مدار العام. كل هذه يعطي خبرات لشرطي خدمة المجتمع للتعامل مع القضايا بكل احترافية وسلاسة. اعتمدت المديرية العديد من التطبيقات بشعبة شرطة خدمة المجتمع، منها مكتب حماية الأسرة والطفل، مكتب الاتصال بالمجتمع، مكتب الشكاوى والتبليغات ذات الأثر العام، وفريق معاينة اشتراطات الأمن والسلام العامة. وبمناسبة يوم الشراكة المجتمعية الذي يصادف 18 من مارس من كل عام، أعدت المديرية برامج الاحتفاء بهذا اليوم، وذلك بالشراكة مع عدد من مدارس المحافظة وإدارة الرعاية الاجتماعية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية والشركاء من الأفراد والجهات الاعتبارية بالمجتمع. تبقى شرطة خدمة المجتمع إحدى أبرز حلقات الشراكة المجتمعية، والتي تعد أساس الأمن الشامل، وهي منظومة تكاملية محورها أفراد الشرطة والمواطنون.